عندما تزور طبيب الأسنان للعلاج أو للفحص الدوري أو حتى لتنظيف الأسنان، يجب أن تكون مطمئناً أن هذه الإجراءات تتم تحت مراقبة صارمة لمنع انتقال العدوى سواء منك أو إليك. انتقال العدوى شيء غير مرئي ولا ملموس، لأن سببه الميكروبات التي لا ترى بالعين البشرية. هذا لا يعني أنه لا يمكن السيطرة عليها، لكن الأمر يستلزم وجود احتياطات يقوم بتنفيذها أفراد متخصصون ومدربون، وباستخدام أجهزة وأدوات ومواد لتطبيق إجراءات مدروسة لمنع انتقال الجراثيم، سواء من مراجع لمراجع آخر أو حتى من أفراد الطاقم الطبي لأحد المراجعين. فكما نعلم أن علاج الأسنان يتضمن التعرض للعاب والدم والرذاذ، لذلك يكون هناك دائما احتمال لانتقال الأمراض من المراجع للطبيب أو العكس، أو من مراجع لمراجع عن طريق الأدوات. لذلك فإن إجراءات منع العدوى في عيادات الأسنان أصبحت إجبارية على مستوى العالم. خطوات الحد من خطر العدوى هي جزء روتيني من ممارسة طب الأسنان اليوم، وتعد من أهم معايير الجودة. منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية وجمعية أطباء الأسنان الأمريكية لديهم قواعد لمكافحة العدوى في عيادات طب الأسنان، تعد مرجعا تلتزم به جميع العيادات لضمان عدم انتقال الأمراض بسبب علاج الأسنان. وسنعرض هنا بعض هذه الأساسيات. يرتدي طبيب الأسنان ملابس الحماية التي تشمل الرداء الأبيض المعروف، كذلك قد يرتدي طبيب الأسنان سترة واقية. أقنعة الوجه والنظارات التي تمنع الجراثيم والرذاذ الذي يتطاير أثناء علاج الأسنان من الوصول إلى طبيب الأسنان، كما تمنع انتقال الجراثيم من طبيب الأسنان إلى المريض. ويجب تغيير الأقنعة لكل مريض أو إذا أصبح القناع رطبا أثناء العلاج. أما القفازات فهناك أنواع مختلفة من القفازات لمهام مختلفة، فالقفازات الجراحية تختلف عن قفازات الفحص، وللتأكد من عدم انتشار الجراثيم يجب عدم لمس أي شيء سوى الأدوات المعقمة أو فم المريض، وإذا تم لمس أي شيء آخر أو إذا ترك طبيب الأسنان الغرفة يلزم استخدام زوج جديد من القفازات. وبالطبع لا نحتاج أن نذكر ضرورة تغيير القفازات بعد كل مريض. نظافة اليدين. الجراثيم المسببة للأمراض تتواجد على جميع الأسطح التي نستخدمها بشكل يومي، مثل مقابض الأبواب وعربات التسوق وأزرار المصاعد والهواتف وغير ذلك، كما يوجد في كل سنتيمتر مربع من سطح اليد 1500 نوع من الجراثيم، مما يجعل نظافة اليدين عاملا مهما للوقاية من انتقال الأمراض. بالنسبة لطبيب الأسنان أو مقدمي الخدمات الصحية، فإن ارتداء القفازات أثناء العلاج لا يعفي من الحاجة لغسل اليدين قبل وضع القفازات وبعد العلاج وبعد خلع أي من الملابس الواقية وبعد لمس أي شيء غير معقم مثل الكرسي أو طاولة الأدوات أو الضوء. وبالإضافة إلى ذلك قد يستخدم طبيب الأسنان مطهر اليد. غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. والتأكيد على أن مدة غسل اليدين من 40 إلى 60 ثانية. Thank you.
منع انتشار الأمراض عند السعال. عند السعال ينتشر الرذاذ لمسافات بعيدة، مما يسبب انتقال الأمراض للأشخاص المحيطين. لذلك يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي والتخلص منه مباشرة، ثم غسل اليدين. إذا كان لديك أعراض برد أو إنفلونزا، حاول تأجيل زيارة طبيب الأسنان إن لم تكن الحاجة لعلاج الأسنان طارئة. إذا لم تتمكن من الانتظار، أخبر الفريق أنك مريض. يوصى الأشخاص الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي بالجلوس بعيداً عن الآخرين. يمكنك المساعدة في منع انتشار العدوى من خلال غسل اليدين باستخدام الصابون والماء لمدة 15 ثانية على الأقل، أو استخدام مطهر يحتوي الكحول وفرك اليدين معاً ليتم توزيع المطهر على جميع الأسطح، واستمر بالفرك حتى تجف اليدين. الالتزام بآداب منع انتشار العدوى عن طريق السعال. الوقاية من العدوى في عيادة الأسنان تعد استثماراً للصحة من خلال وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الدم أو الرذاذ، سواء عن طريق الأدوات الملوثة أو عن طريق استنشاق الرذاذ أو انتقال الجراثيم من أسطح العمل أو غير ذلك من مصادر العدوى. وفي جميع عيادات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان في المراكز أو العيادات المدرسية الثابتة والمتنقلة، يتم تطبيق قواعد منع العدوى المذكورة وبإشراف فريق مسؤول عن متابعة ذلك.